السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على القضية، يعني القضية راكم عارفينها، يعني وين بعد المعركة الإعلامية القوية قادها نزهاء ومحترفون، يعني المحترفين مدافعين عن مصلحة كرة القدم الجزائرية ضد سلوكيات وقرارات حدثت عن يعني القانون والتسيير الرشيد للفار على أقل منذ سنة 2017، وين جاءت أخيرا تلك الإرادة السياسية الحقيقية والفاعلية المنتظرة من السلطة المعنية في عهد السابق لقطع شد يعني باليقين. توجد الناس اللي كانت تحارب، الناس اللي كانت تهضر، الناس اللي تلقات، يعني على بالك باللي أنا شفتها غير في روحي برك، على بالك يوصفوا فيك بكل، يعني يوصفوا فيك ما تأمنش راسك كيفاش يوصفوا فيك، يوصفوا فيك بكل طرق، يشوهوا لك صورتك، يحوصوا هذيك كلاب متشردة بمعنى الكلمة. لكن اللي عنده مبدأ مزغد لهك هذاك، وخاش عليه نشوف في روحي، كنت نهدر في الحقيقة، ما كنتش نكذب، ما كناش نكذبوا عليكم حقيقة، والحمد لله يا ربي راهي قدامكم، راكم تشوفوا الناس اللي كانوا يتغنوا بالنزاهة ويتغنوا بحسن العمل ويتغنوا بالوطنية ويتغنوا منا ويتغنوا من هرام وراه، هم قدامكم هرام وراه. كان يقول لك الفتى الذهبي يعني مسير ناجح، واه انت مسير ناجح، الشركة تاعك على ناجحين ماشي مفلسين، والاتحادية على ولات مفلسة. شوف كيفاش هنا تولي في قضية واحدة أخرى، عرفتوا كيفاش؟ وين بيان وكيل الجمهورية الموجه للرأي العام يلخص في سطور سنوات من العناء ووصفتهم يعني الفار في عهد خير الدين صدشي بالعصابة، وهم يدافعون يعني يدقون ناقوس الخطر حول حملة الاستنزاف الأموال الاتحادية المنهجة، كون بيان أكد بصفة رسمية وجود متهمين وقضايا فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 2017 إلى حين، فترة التي سبقت تولي وليد صادي رئاسة الفاف، ووجدها يعني بين قوسين أو أدنى من الانهيار. أنا كي تجي تقول لي راخر زاتشي كان ناجح في الشركة تاعو بصح في الاتحادية يعني ما خلاش، وتجي تقول لي والي صادي جا في ظرف 6 أشهر يعني سدلك النص الديونات، ها النجاح وين؟ النجاح الإداري وين؟ وكان يقول لك نجيبوا الحاج محمد راهو يتحاسب، يا ودي غير خلوا الحاج إلا جا غادي يزيد يغترهم بالوثائق وبالحقائق اللي كاينين، أنا نقولها لكم. وين أرادت يعني السلطة في عهد جديد في إرفاق الفعال بالقول يعني يبعث الآمال جميلة في تطهير المنظومة الكروية من المفسدين، بل هو يعني يمنح الشحنة القوية لكلمة الحرة وأصحابها في السير بأكثر عزيمة على النفس النهج، بعدما كان منهم يعني يوم ضمن قائمة المتهمين أخيرا يعني وين يمنون النفس في قتل تلك العزيمة فيهم من خلال بيانات مظلة تضرب المصداقية، يعني قلة القليلة من المهم يعني كما نقولوا احنا اصحاب الصدق في اعلان ومتابعة قضائية كان هدف منها تخويف المنتقدين والضغط عليهم. هذه صح حقيقة خويا، كانوا يعني كي تهدر يرسلوا لك واحد يشكي بيك، يبغوا يسكتوك، يعيطوا لك، يراخروك، يهدوك، من يسيبوك ما تزعزعت كاع، الو يا خاصك دراهم، لا الحمد لله يا ربي. وحين نقف عند قائمة المتهمين يعني الطويلة وعدد التهم المنسوبة إليهم، ونقارن ذلك بالفترة الزمنية المقدرة بنحو 6 سنوات فقط، وتسلط الضوء على قيمة يعني الإرث الذي حصل عليه هؤلاء من سابقهم السيد الحاج محمد راوراوة، يعني سنصاب حتما بالجنون على ما وصلت إليه الاتحادية العالمية من درجة الهون غير مسبوقة، فحجم الكارثة الذي رصدته
تحقيقات لا يمكن أن يتسبب فيها حتى أشرس أعداء كرة القدم الجزائرية. أعداء ما نتمنى، أعداء ما يديروش واش داروا هذا. والآن إرادة تطهير المنظومة الكروية من الفساد أصبحت حقيقة في عهد الجديد، فقد هز ذلك كيان من كان يعتقد يعني خطأ بأن الهامش المناورات حي لم يمت، بل وخفقت يعني مع تلك الضربات القاسمة للسلطة في إنهاء عهد الفساد كرة القدم وتطهير محيطها من المفسدين النعيق مظللين من المنتفعين والمطبلين لعهد يعني البائس الذي جعل الجزائر كرويا تجد نفسها على طرف نقيض من حيث السمعة والمكانة والتأثير في هيئة قارية ودولية. يجب الاعتراف بأن السلطة التي رفقت الكرة القدم الجزائرية بالأموال والمنشآت لدعمها وتطويرها وجدت نفسها مضطرة للتدخل بعد كل ذلك لإنقاذ المنظومة من العقاب الفيفا بسبب تبذير المال العام وعدم احترام القوانين الهيئة مع سابق الإصرار والترصد بما يجعل من ديون اللاعبين التي فاق يعني قرابة قيمة 500 مليار سنتيم بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس يعني فضائح يعني عابرت للقارات. من العيب اليوم الوصول إلى حالة الهول في تسيير المنظومة الكروية حظيت بدعم ومرافقة السلطة، نادرا ما نجدها في البلدان الأخرى. ومن العيب أيضا أن نجد يعني داخل هذه المنظومة من تتنبه تلك الحالة المرضية لاستنزافها ومحاربة من يدافع عنها والإصرار على تضليل الرأي يعني العام فيها. والآن الفساد عند العصابة الكرة حقيقيين، لم يعد يعني عيب وقتل في طريق المعلم المعني الضمير، فقد جاء العمل الوقت ليخرج يعني هذا الأسماء للرأي العام إلى يعني الإعلان ويحكم بين يعني المتهمين بالفساد ويحل الملف على القضاء ويجعل منه قضية رأي عام، حتى انطباق على هؤلاء المثل القائل يدك لذاتك. هذه يا أخويا الناس اللي كانت تشوف بأن أمور صحيح، سيبوا ولدي أخويا لعبت سلمت ما بغيتوهاش يعني تكون نازيها، كنتوا تطلقوا في الناس يعني تضليل الرأي العام، درتوا كلش سيبوا. هذه يا أخويا سيبوا بالتالي قاع أمور هذه خدش عليه ما حشمتوش، وكنتو على بالك تخونوا وزايدين دايرين الناس تعطوهم درام يتهموا في ناس اللي كانوا يتكلموا الحقيقة. كو غير سكتوا حنا على بالنا بلي ذباب صانعين لي باس صانعين من صانعين دايرين كلش على بالنا قاع صحاب لي باس، بصح ما كناش نقارعوا لا خويا ما كناش نقارعوا اي كلمه ينبل ما كناش نقارعوا لكم كيما هذا بصح صعيب. ها بزاف درتو يا خويا لي دار يخلص هذه انا نعرفها كيما هاك لي دار العدالة لي داري خلص خويا هذا وقتها كانت الناس تحضر وكانت الناس كانت الناس تتكلم في الحقيقة. لكن كنتوا تعايروا فيهم ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خاوتي.